أحسن الله إليك. الأخت راء لام بعثت رسالة فيها عدد من الأسئلة، تقول في أولها: ما حكم الكدرة والصفرة قبل الحيض وبعده؟ حيث إنها تأتي هذه الكدرة والصفرة قبل الحيض بيوم أو يومين، وقد يكون لون هذه الكدرة دما غامقا، وقد ينزل قطرات من الدم، ثم بعد أيام ينزل الحيض، وكذلك بعد الحيض حيث تطول مدة الحيض، فكيف نتيقن من انتهاء الحيض؟ علما تقول أنها كانت تترك الصلاة في أيام الكدرة والصفرة، وذلك على حسب إفتاء بعض المشايخ، فما حكم تركها للصلاة في تلك الأيام؟ إذا كانت هذه الكدرة والصفرة في وقت العادة، أو كانت قبل العادة أو بعد العادة متصلة بها ولم تنفصل، فإنها تعتبر من العادة، تعتبر من العادة. أما إذا حصل الطهر وحصل النقاء التام واغتسلت المرأة ثم بعد ذلك رأت كدرة أو صفرة، فإنها لا تلتفت إليه، بقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم، أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم ترك الصلاة في تلك الأيام التي ترى فيها الحيض؟ مثل ما فصلنا، إن كانت هذه الكدرة والصفرة متصلة بالعادة قبلها أو بعدها فهي منها، ليس عليها صلاة ولا يصح منها الصيام. أما إن كانت منفصلة بعدما رأت الطهرة والنقاء التام واغتسلت ثم بعد ذلك حصلت عليها الكدرة والصفرة، فإنها لا عبرة بها. كان في سؤالها قولها: كيف نتيقن من انتهاء الحيض؟ هذا ليس عندي، هذا عند النساء، تعرف متى تنتهي حيضته. نعم.